خلينا نلعب مع بعض كده معلومات عن الكرة الإسبانية والدوري الإسباني. ماشي يلا بينا. تعرف 5 لعيبة عرب لعبوا في تاريخ الليجا الإسبانية؟ طب أفضلهم على الإطلاق في رأيي نور الدين نايبت، مسيرة عظيمة مع ديبورتيفو لاكرونيا، يوسف شيبو سيلتا فيجو، بصير صلاح الدين كاماتشو، ميدو انا بقول يعني، وفي طبعا ياسين بونو طبعا، ونصيري، كلهم مغاربة. المغرب طنجة يعني جنب، يا دوبك كده يعدوا ياخدوا نطة في البحر يطلعوا الناحية التانية. ميدو هدفك مع سيلتا فيجو في مرمى رياض سوسيداد كان برجلك اليمين، كنت شايفها مضيعها دي، ودي انت صعب قوي تضيع دي. اه بس دي من الاهداف القليله خالص اللي انت سجلتها برجلك اليمين. اه قول لنا كده 3 اجوان سجلتهم برجلك اليمين في مسيرتك. برجلي اليمين الهدف ده جبت جول في سلتك، في سلتك بيميني، سلتك في سلتك انا فاكره كويس قوي، حتى في الدوري المصري مجونين الحقيقه، واحده منهم اول ما طلعت قبل ما تسافر، واحده منهم في الالومنيوم، في الالومنيوم، في الالومنيوم، في الالومنيوم، انا دخلت الجوه دي وشطها صح، شطها واحدة بقى لما رجعت كانت في جون حارس بيلعب في هولندا ورجع لعب في فريق هنا قبل ما ينتقل للأهلي. في الجونه، في جون في شريف إكرام، وده كان جون صعب قوي على فكره، لان انا كنت رجلي الاثنين في الهواء، انا فاكر الجول ده اتعادلنا 1-1 الماتش ده، الواد ده شريف إكرام الاهلي. مين هو هداف العرب التاريخي في لاليكا؟ هو لاعب مغربي برضه. هداف العرب التاريخي اعتقد نصيري، هو نصيري ينقص له جونين بس ويجيب الرقم بتاعه. كاماتشو؟ لا لا، هو لاعب لعب في الخمسينات، هو مش عارف. بن مبارك. بن مبارك، بن مبارك، بن مبارك هو الهداف العرب التاريخي. نصيري فاضل له جونين كان بس بيلعب فين بن مبارك؟ ويعادل. بن مبارك كان بيلعب في اتلتيكو مدريد.